الدرس اللي فات شفنا اللينكد ليست، فالدرس غادي نشوفوا الانهيرتنس. هادو بجوج كمكمل اللي غادي يخلينا نفهموا البروتوتايب تشين، لان من بعد غادي نخدموا بواحد الحاجه اللي كتسمى البروتوتايبل انهيرتنس، هي العباس ديال او بي في جافا سكريبت. اوكي نبداو الدرس ديالنا. قبل ما ندخلوا نعطيو واحد التفسير للانهيرتنس، ناخذ واحد المثال. انا كاب عندي ابن، هاد الابن راه ايريت مني شي حوايج، ورث مني شي حوايج. اشنو ورث؟ يقدر يكون ورث مني مثلا شي حاجه في الفيزيك ديالي، مثلا عينيه ودنيه، دونك سا ديبون، يقدر ايريت مني شي حوايج اللي في الفيزيك. اي ماشي غير في الفيزيك، يقدر ايريت مني شي حوايج حتى في البيهيفير ديالو، من طريقه التصرف، طريقه الهضره، كيفاش تيجري، كيفاش تيمشي. دونك سا ديبون. هاد الجينيريك انفورميشن، هادشي لي جينيتيك، غيقدر ياخذ ما عندي شي حوايج. دونك اشنو طرا هنايا هو بان الابن راه ايريت مني شي حوايج، اما في الفيزيك اما في البيهيفير. ولكن هادشي ماشي غير بوحدو ليك، هاد الابن اللي هو كشخص قائم بذاته راه عنده شي حوايج اللي خاصين به هو، ما يمكنش ايريت مني 100%. الا ايريت مني 100% راه هاد السيد غادي يولي كلون ديالي، ما يمكنش يكون كلون ديالي. يعني في الوراثه كاع خدامني غير شي حوايج من التشينز، ولكن عنده شي حوايج اللي هما خاصين به، لا في البيهيفير لا في الفيزيك. اوكي يقدر يكون عندي دابا واحد اخر ثاني ياخذ ما عندي شي حوايج من الجينيريكس ديالي وعنده شي حوايج خاصين به هو. هادي غير فكره عاديه شموليه باش نحاولوا ناخذوا واحد ليدي هنا جينيرال. ولكن الا بغينا نعطيو واحد ديفينيشن للانهيرتنس اون جينيرال، الانهيرتنس هي مثلا كيفاش كتيريتي بروبرتيز وكيفاش كتيريتي بيهافيورز من واحد البارنت. يعني كيكون عندنا واحد البارنت، واحد الاب، واحد الابن، والابن كيفاش كياخذ من عند هذاك البارنت بيهافيورز وكياخذ من عنده بروبرتيز. عطينا في المثال ديالنا ابن اللي خدم الاب ديالو طريقه ديال الهضره، وخدم الاب ديالو كيشبه ليه في عينيه. اكزامبل، هذه انهيرتنس. نديرو واحد الاكزامبل هنايا اللي هو ريال. غناخد مثلا نكري واحد الاوبجيكت اللي هو كار، كري اوبجيكت سميتو كار، وهاد الكار فيها سام بروبرتيز. اشنو هما البروبرتيز اللي كاينين اون نيفو ديال الكار؟ البروبرتي اللي كاين اون نيفو ديال الكار عندنا لايسنس نمبر، ولا ديك البلاكه اللي كتكون في الطوموبيل، البلاكه اللي فيها النمره. عندي الير العام، وعندي ويل، هادو دي بروبريتي ديال الكار. ما نهضرش نجبدش كاع داكشي اللي كاين في الطوموبيل، مي انا هنا خدينا غير لايسنس نمبر، خدينا العام، وخدينا الويل اللي هما رويد. اي ماشي غير هادشي، ماشي غير بروبرتيز، كاين حتى بيهافيور. البيهافيور مثلا هاد الكار كتقدر دير واحد ستار، تقدر ديماري. خليو هاد لوبجي ديالنا سامبل، ولا هاد الكلاس ديالنا نخليوها سامبل، فيها لايسنس نمبر، فيها العام، فيها رويد، اي او ميم طون كتقدر ديماري. أنا ناخد واحد الأوبجيكت واحد آخر، واحد الكلاس واحد آخر اللي كتشبه ليها. الكلاس السيدي شنو غنسميها؟ غنسميها تراك، اللي هو كاميو. تراك هاد الكاميو اش فيه؟ فحال الطونوبيل، فيها لايسنس نمبر، ثانيا فيها العام اللي هو يير، وفيها الويل. هادو البروبرتيز ديال الكاميو، فيها رويد، العام، وفيها البلاكة. اي اوتوماتيكمون كاينه واحد ستارت، يعني كبيهافيور تا هو كيديمار. مي لوجيكمون شنو غادي تجي تقول لي هنايا؟ غتقول لي كوم كوا كاينه ريبيتيشن، هاد لايسنس نمبر اللي كاينه هنا كاينه حتى هنا. دونك عندي دو زوج اللي هما فيهم دي بروبريتي اللي كيتشابهوا، واللي فيهم دي ميثود اللي كيتشابهوا. اوكي اللي فحال فحال، الويل فحال فحال، ايه هاد الميثود فحال فحال. دونك المشكلة هنا كو عندي ريبيتيشن، عندي داكشي معاود، يعني عندي كا دي زونتيتي هما بجوجهم سيباري، خاصهم واحد الاب يجمعهم، ولا نقدر نبارطاجي فيه هادشي كامل اللي فيه البيهيفير واللي فيه حتى البروبرتيز. دونك خاصني واحد الكلاس واحدة اخرى اللي غادي نسميها فييكول، اللي هي اللي غادي تكون البارنت ديالو. خاصني واحد الكلاس بما ان عندي هادو بارطاجي، بما ان عندي هادو كيتعاودوا، يعني كاين واحد الكاتيجوري اللي هي كتجمعهم. هاد الكاتيجوري اللي هي كتجمعهم في الكاد ديالنا هي فييكول، هو لو تيب برينسيبال.
اي من بعد هذاك الفييكول بالنسبه لينا لا الكار لا تراك بجوجهم يعني فيهم هاد البروبرتيز اللي هما بارطاج. اوكي راه نفس الكار بالنسبه للاكزامبل الاول عطيتكم كاين بير وهاد البير عنده دي فيس. بالنسبه لينا حنا البير ولا البارنت غيكون هو فييكول ولي فيس ديالو هو كونتينر او سوري كار او تراك. بغيت نكري موتوسايكل ولا اي حاجه اللي كتبارطاجي هادشي حتى هو نقدر نكري واحد الكلاس واحد اخر. مي خلينا حنا كونسونطري غير فهادشي. ارا دابا نكريو حنايا ديك الكلاس فييكول. دونك نمشي هنايا ونكري واحد الكلاس نسميها فييكول. فييكول اوكي اللي غيكونوا فيها فييكول اللي غيكونوا فيها البروبرتيز اللي هما سوري كاين لايسنس نمبر وعندنا سيدي الير وعندنا الويل وعندنا ك ميثود ولا كبيهافير عندنا ستارت. شنو درت هنا؟ جمعت هذوك البروبرتيز اللي كانوا في كار وتراك وشديتهم وكريتهم في واحد البارنت لانهم غادي يكونوا بارطاجي بالنسبه اللي فيس عندنا. اي غادي نجي هنايا وغادي نعاود نكري هذوك كلاسز ديالي اللي هي كار واحد واللي هي غادي تكون حتى تراك. اغا نبدا سيدي بالكار. الكار شنو قلنا فيها؟ خاصها تكون كتبارطاجي هادشي. دونك اوتوماتيكمون خاصني نكري واحد اللينك، يعني هاد الكار خاص يكون عندها لينك مع واحد البارنت، يعني خاصها تيريتي منها. دونك هاد اللينك هو اللي ديفينا بان راه عندنا واحد ليريتاج هنا. دونك انا منين ايريتيت، منين غادي نيريتي؟ غنيريتي من الفييكول اللي هي الفي. دونك اوتوماتيكمون شنو ولا عندي هنا؟ وليت غنقدر ناكسيدي للبروبرتيز اللي كاينين في الفييكول. بما انه عقلو بما انه البارنت غنقدر نجيب منه البروبرتيز ديال، وماشي غير البروبرتيز غنقدر نجيب حتى البيهافير. يعني اوتوماتيكمون غير ولا عندي لاكسي لهاد اللايسنس نمبر عندي غير ال واليير والويل، وماشي غير البروبرتيز كيف ما قلنا حتى البيهافير اللي هي اس ستارت. اوكي دونك كار كتشايلد كفيس ولا كيقدر اكسيدي للبارنت وكاع البروبريتي ولا ميثود. وعقلو بما ان قلت لكم بان الانهيرتنس يعني كتولي كتقدر كيولي هذاك الفيس عنده الاكسس كيولي يقدر اكسيدي للبروبرتيز وحتى البيهافيرز. ولكن انا نرجعو للاكزامبل ثاني لان داكشي عندنا مترابط. قلت لكم بان الابن في الكا ديال اب وابن قلت لكم راه خدمني عينين وخدمني طريقه ديال الهضره، ولكن راه انسان قائم بذاته عنده شي حوايج ديالو هو خاصين، عنده شي حوايج اللي هو ديالو خاصين. اشنو هما هاد الحوايج اللي عنده خاصين؟ يقدر يكون ما كيشبهش ليا في شي حوايج في الفيزيك، ويقدر يكون عنده واحد البيهافيور اللي ديالو خاص. دونك بالنسبه لينا هنايا لهاد الكار عندها واحد البروبرتيز ديالها خاصين. قبل ما ندوز التراك عندها مثلا نمبر نمبر اوف ويلز نمبر واحد العدد ديال الرويد نمبر اوف دورز ما نديرش نمبر اوف ويلز لان ويلز كاينه ديجا عنده نمبر اوف دورز مثلا هذه خاصيه غير ديال الكار. ولكن ماشي غير هادشي عندها حتى واحد لا ميثود ديالها خاصه ولا واحد البيهافيور ديالها خاص. هاد البيهافيور اللي خاصه بالنسبه للكار هي اوتو باركينج. دونك شنو طرا هنايا او نيفو ديال هاد الكلاس؟ اريتات من الفييكول البروبرتيز او اريتات البيهافيور. دونك خدات هادشي كامل من هنايا اريتاتو، مي او ميم طون عندها خاصيات ديالها اللي هما نمبر اوف دورز واحد العدد ديال البيبان. يعني كيف ما قلت لكم الدري راه عنده خاصيات ديالو او عنده واحد الطريق بيهافيور ديالها خاصه بالنسبه للكار هي اوتو باركينغ. هادشي اللي بالخضر تيريتا، هادشي اللي بالزرق خاص بالنسبه للكار. ارا نمشيو سيدي التراك تقريبا ما غاديش نختلفوا هنا. دونك تراك تا هو شنو طرا ليه؟ اريتا. اريتا منين؟ قلنا كو اريتا من الفييكول تا هو
لان هادشي كامل درناه غير باش نبداو من كري واحد لو تيب اللي داخل في الكاتيجوري ديال فيكول ايريتي البروبرتيز و ايريتي البيهافيورز من فيكول. دونك في هيا درتها بالخضر اي او ميم طون قلنا اشنو خدا غياخد البروبرتيز اللي كاينين في فيكول اللي هما لايسنس نمبر اللي هما الير الام اللي هما الويل عدد ديال الرويد واللي هما ستارت كديماري مي عنده سم properties سوا خاصين به. البروبرتيز اللي خاصين به هو الكارغو كاباسيتي. اشني هي الكارغو كاباسيتي؟ راه نبدل الكولور هنايا كارغو كاباسيتي. بحال قلتي واحد داك الثقل شحال داك الكاميو غادي يقدر يهز، شحال داك الكاميو غادي يقدر يهز، هذه خاصيه ديال الكاميو ما كايناش في الطوموبيل وما يمكنش نديرها هنا في البارت. دونك هذه خاصيه ديال الكاميو. او ابار الكارغو كاباسيتي عندي مثلا الاوتو بايلوت ك بيهافيور اوتو بايلوت. دونك بيهافيور اوتو بايلوت خاصه يعني كيقدر يتساق بوحدو خاصه بالنسبه للكاميو، والكارغو كاباسيتي كبروبرتي خاصه بالنسبه للكاميو. ولكن شنو طرا كيف ما قلنا بان هاد تراك منين ايريتات حتى هي ايريتات من فيكول داكشي علاش خديت هادشي license number year والwheel وحتى البيهافيور. دونك كرييت جوج ديال لي فيس وعندهم parent واحد ديالهم. دونك ناخذ الكولور هنا عندي vehicle وكرييت وعندي ايريتاج هنا ديالاش عندي بالنسبه للكار اي حتى التراك. او ناخذ الكار ديالي كار وحتى تراك. دونك هاد الغوز مثلت به ليريطاج بانني كنريط هاد الزرق هنايا ديال لي فيس وهاد الخضر ديال البارنت. دونك انا تعمدت ندير دي كولور اللي هما مختلفين. دونك مين كنشوفو هنا اونيفو ديال الكار اوتوماتيكمون هاد الخضر كيعني بانهم البروبرتيز اللي خديناهم البارت، يا اوتوماتيكمون الزرق كيعني البروبرتيز اول لي البيهافيور اللي هما خاصين بهاد الكلاس. هي نيت تراك خدات من فيكول البروبرتيز وخدات حتى البيهافيور وعندها بروبرتيز ديالها خاصين وبيهافيور ديالها. دونك هادي غير بيزيك ايديا على شنو هي انهيريتنس. اي اوتوماتيكمون الانهيريتنس مي كتامبليمونتا في اي بروغرامين لانجويج تقريبا هذا هو الكونسيبت جينيرال ديالها. عندنا بارنت ونقدروا كاع نكرييو نبقاو غاديين مثلا ونكرييو سبورت كار وهنايا نكرييو واحد الكلاس واحد اخر لي اس يو في. اس يو في مثلا كتاخذ كاع البروبرتيز والبيهافيورز ديال تراك ديال الكاميو، وهنا الطوموبيله سبور كتاخذ تقريبا كاع البيهافيورز والبروبرتيز ديال الكار. وديما لهاد اس لهاد سبورت كار ولهاد اس يو في ديما كيرجعوا لمن كيرجعوا للبارنت. راه غيبقاو ديما كياخذوا من عند البارنت. راه في هاد التشين اللي كرينا في هاد الشين ديال الريطاج ديما البارنت هو اللي كيتخدم منه كلشي. والاس هاد سبورت كار غتاخذ من الكار والكار غتاخذ من الفيكول. هاد الاس يو في غياخذ من التراك والتراك غياخذ من الفيكول. دونك تقريبا كرينا غير واحد الريطاج داكشي كيبدا يتوارث ابن عن جد. اوكي لو كان هذا غير واحد تفسير بسيط حاولت نحط فيه غير الناس اللي كيديفلوبيو في جافا سكريبت واحد ليدي جينيرال على الانهيرتنس. Thanks for watching this video.